كان الاول عندي موتوسيكل اللي هو العادي، كنت بنقل عليه الحاجات، فكان بيبقى مزحوم قوي وكان بيبقى صعب قوي. وبعد كده لما تهالى ربنا رزقني برضو بناس ساعدتني وغيرت التروسيكل. انا معاقه بشلل الاطفال، ما افتكرش نفسي ان انا شفت نفسي سليمه خالص الحمد لله. اسمي محروسة سالم، بشتغل شغل هاند ميل وبشتغل على التروسيكل. تربيت في قرية في الريف، في القرية دي ما بيحبوش يبينوا ان عندهم بنت من ذوي الإعاقة، لان دي بتبقى حاجة بالنسبة لهم مش كويس خالص، يعني تبقى صعبة. عملت عدد كبير جدا من العمليات الجراحية في رجليا، وفي عملية في الوقت الحالي اتعملت جراحة، بس كانت جراحة تنظيف لكده، فتقدر تقولي 50 عملية في رجليا. انا بشتغل على التوريسيكل وبشتغل في البيت وبشتغل شغل عند مين، ولو في شغلانه رابعه ممكن قدامي او خمسه تانية اشتغلها، مش عيب ولا حرام، وراضي على كل ربنا يديهولي، ولو اصعب من كده الحمد لله. بتمنى ان يكون عندي ورشه صغيره باسمي ولوجو خاص بيا، وادرب فيها بنات كتير قوي على الشغل اللي انا بشتغله، وشغلي يلف الدول العربية كلها.